السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، تحياتي ليكم كرم سالم من قناة صيادين البحيرة. النهاردة احنا في دمنهور في محل الحاج سعد العنتبلي. صلح بنفسك. داخلين على المحل اهوت. طبعا دي المقتنيات بتاعت عم سعد. سمكة دي نوعها يا عم سعد؟ دي يا باشا قفل بياض. دي الدماغ دي بغل بياض محنطهم ولا هم؟ اه يبقى لهم زمن الزمن ما باين عليه. اي وديت كنت عامل لها ورنيش ومش عارف ايه كده محنطها وحاططها في ده فل ده عشان العين بتاعها. الله ينور عليك يا عم سعد حبيبي. ما شاء الله. طبعا ده الحاج سعد العنتبلي دمنهور. حبيبي مشاهدين صيادين البحيره، في تحياتي للناس كلها وبنعرف الناس كلها احسن تحيه مع صلح بنفسك. صلح طبعا الراجل ده في اول زياره ليا، وبنقول له الناس كلها تحت امركم في كل حاجه. الله يخليك يا عم سعد حبيبي يا باشا. وطبعا ده الديل بتاعها، ده الديل اللي هناك ده تبع دي. ايوه ده في ديول كمان هنا اهي. ايوه طبعا ده مالح بقى. دي الديول دي التونه العنيده ده. خلي بالك اول واحد يصور الحاجات دي عشان تبقى انت عارف. بس لا دي اللي لفتت انتباهي اول ما دخلت. الحاجات قديمة زمان دي. دلوقتي مفيش الكلام ده خلاص. لا أي. اهلا بكم مرحبكم في محل سعد العنتبلي برضه. بنقول للناس كل سنه طيبين بعد العيد واخر يوم في الخميس. اخر يوم في العرض. اخر يوم في العرض. وكل سنه طيبين طبعا. تحياتي لصيادين البحيره. الله يخليك وصاحبها. وطبعا احنا نتعاملوا دلوقتي بنتكلموا على الحاجات اللي ايه المكنه القديم ده، المكنه الياباني. طبعا انا غاوي وبنحب التصليحات جدا يا جماعه. دي بقالها فتره عندي جامده من اسكندريه. العيب بتاعها اللي هي عمليه الرص بتاع الشعر. الرص بتاع الشعر دي بتتعمل. دي برضو في نفس النظام المكان اللي انا بنحب نصلحه ده، الميتشر الفرنساوي. الحاجات ديت بتبقى نادره عندي. دي المكان ده برضو في نفس النظام، الميتشر القديم بتاع البوشور بقى ده، بتاعت الحاجات الجامده. ماشي. كل ده تصليحات معايا كده. وليه قطع غيار ده يا عم سعد ولا في اللي فيه موجود بنعمله، واللي مش موجود بيتصب بيتخرط له حاجات، يعني في شغل تاني. بس المشكله اللي بيجيب الحاجه اللي بقالها زمن الزمن مستعجل عليها على طول، عايز على طول، عاوز يتحط في الفرن وتطلع الناحيه الثانيه خلاص. انت واخد بالك؟ فاكر فيلم اسماعيل ياسين لما كانوا عامل علبه كده ويدق بالعصايه كده تطلع الاكل جاهز؟ ايوه عايزين كده الناس. طبعا هنا برضو في ايه ده اللي كان معانا عرض من الخميس اللي فات يا جماعه. النهارده الخميس اخر يوم ب 150 جنيه. وخلص العرض كده. في حاجات ب 150 وفي حاجات اعلى بقى، بس احنا بنقول 150 عشان خاطر البوص اللي هو الصب ده. البوص الصب ده اللي هو بتاع الحاج بدر ده، البوص الصب المفرغ. الصب يا المفرغ يا جماعه. الله ينور عليه. الله ينور عليه. العيدان دي خلي بالك من العيدان اللي هي القيمه وببلاش ونادره. دي طبعا زي ما انتم شايفين كده، شوف النوعيه دي. دي دايموند، حتى القسط مكتوب عليها والاطوال بتاعتها الاطوال والاحمال والله. وخامات جامده، خامات جامده جدا، خامات جامده. وبعدين خلي بالكوا في عندي عرض بنقول للناس ايه، على الناس اللي بتمسك مثلا عروضات. بالعكس احنا بنمسك العود كده بنقيمه، يعني انت لو باصص كده بنقيم العود بنشوف هزته بنشوف اللبه بتاعته بنشوف حاجه، انت فاهمني؟ لكن بعض العروضات بتمسك العيدان طبعا اتكلمت من ثالث نب. انت فاهمني؟ ما عندك في الفيديو طبعا. بعض الناس يعني ما كانتش واخده بالها من حاجه انا فاكرها، بتمسك العود عشان تشوف مستوى القدره بتاعته، بتمسكه من هنا وبتمسك وفي ربع العود ورا، يقول الله ينور عليك ورا دراعك. في بيبقى في اللابلوب وتاني عقله بيمسكه من الثالثه. دي الحته القويه يعني. لا انا شفت بقى ان الولا يعني عند علي بدر، تبص تلاقيه ماسك من اللابلوب نفسه ويمسك يلعب ويمرجح الحاجه طالع نازل. خد بالك؟
العيدان دي برضو قيمة، يعتبر معلش بقى كده العرض خلاص، احنا جبنا كذا حاجة. مفيش مشكلة يا عم سالم، ممكن نعمل عرض تاني ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله على الجربنديات باذن الله. الجربنديات عشان صيد الغلة والصيد الليل، عامل جربنديات بقى تحف من التحف الجامدة جدا يعني. في جربنديات مخصوصة لليل بدل الكيس. شوف الكيسة دي مثلا متعبة شغلانة الكيسة، انت فاهمني؟ لا انا عامل مثلا علبة من جوه، علبة جيركن، وعاملها فل و100% برضه، وعاوز اقعد عليها واقعد عليها برضه. كل المكان ده تصليحات يا جماعه، كل المكان اللي انتوا شايفين ده تصليحات، انا من حبي في التصليحات عنده كل حاجه، واخد بالك؟ وبرضك عشان خاطر صيادين البحيره، في عندي برضك ايه اللي عاوز برضك الفلوس. ها طبعا احنا بنشيله وبنحطه، مش مرتبين اللي هي الفيديو صح؟ انا شفتهم اول ما دخلت دوله، احنا مش مرتبين حتى الفيديو عشان نقوله ايه ونعمله، لا جت فجأة فجأة كده. شوف تروز زي ما انت عاوز موجودة، دي ماتشة فرنساوي على فكرة، ترسي ده الحاس بيبقى الحاجات اللي مش موجودة. انت فاكرك ما كان عندك على الفيديو برضو كانت ده. انا بنحب الحاجات دي، انا بنحب الحاجات دي. بص روس زي ما انت عاوز تقوله، جميع الماركات، صين وياباني، ميتشل فرنساوي، كوري، كل اللي موجود عنده موجود، واخد بالك؟ اي حد عنده مكنه يا جماعه قديمه مش ملهاش اي قطع غيار هيجي يلاقيها عند الحاج سعد العنتابلي ان شاء الله. حبيبي يا باشا حبيبي، دي كل الدراعات اللي تخطر على بالك دي حديدي، ماشي؟ كل الانواع من الصيني للياباني، ده استعمال خارج، كل دراعاتها. بص كل المقاسات موجوده، من معدن للجرافيك، دي بتاعت ياباني كلها مقتنيه. خد بالك من حب في الحاجات يعني. دي الدراع الصيني العادي، ولا مطلعين نقولوا ايه ولا نعملوا ايه، طلعه كده بالبركه الله. طبعا الريمه برضو عشان خاطر حبايبنا صيادين البحيره، الريمه موجوده طول السنه ان شاء الله، الطعم موجود طول السنه، وكلها على الله، على خير ان شاء الله. طبعا معلش برضو الراجل صورني وانا ماسك الفيديو كله لوحدي، طبعا لازم نصوره برضو ويتكلم كلمتين برضو معانا وتعرف الناس بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك وكرم سالم من قناة صيادين البحيرة. طبعا النهاردة أنا في دمنهور عند الحاج سعد العنتابلي، هسيب لكم الوصف المكان في الفيديو، المكان هوصفه لكم في الفيديو إن شاء الله في الشرح تحت. واللي عايز يزور الحاج سعد في أي وقت أي حاجة تخطر على بالك موجودة، مش هقول لك حاجات جديدة، الحاجات اللي من زمان، الحاجات اللي مش موجودة هتلاقيها عند الحاج سعد إن شاء الله. واي تصليحك بيه، اي تصليحات احنا مع الناس، تصليح وفي عروضات على التصليح كمان على دماغك دي. الله يخليك يا عم سعد، بنقدمه للناس كلها التحيه بعد العيد ونقول كل سنه طيبين. وفي الجربندات خلي بالك برضو، ربنا ييسر الحق ننزلها فيديو مخصوص باذن الله، واللي عاوز يتعلم حاجه يقول لي يتصل بيا نعملها له عادي يعني، مفيش اي مشاكل. المكنه ده التبن دي، في تبن منها ديت اللي احنا اللي انا اتكلمت عليها البلاستيك، داخلها بلاستيك. يعني ايه داخلها بلاستيك؟ ما هو برضك عشان الناس اللي هي على القناه عندها المكن ديت في تضارب ياما في الاسعار يا عم سعد. الله ينور عليك. المكنه دي بالذات ايوه، المكن دي تبن ماشي ايوه، المكنه دي تبن الجوده من بره جميله خالص ماشي، بس طبعا انا حليتها للناس وما خليتش الناس تزعل مني. أيه. في بعض الناس المحلات زعلت مني، وفي بعض المستوردين زعلوا مني. طبعا لما حليتها زي ما انت شايف كده حق الكره من هنا نحاسه، تمام، بنحل المسمار ده. بس الناس بتزعل ليه يا عم سعد؟ المفروض دي شغلانتك. لا هي مش عملت شغلانه، انا بفطم الناس. ايوه ماشي، انا ما يلزمنيش من اي حاجه
معلش احترامي لك من اي حد الا الناس تبقى عارفه الموسوعه بتاعتنا شكلها ايه. ما المكنه دي زي المكنه اللي انا عنها، انا وريها لك برضو دي المكنه دي جديده. لما نلاقي مثلا الجلبيه بتاعتها زي ما انت شايفها، دي بلاستيك ودي بلاستيك ودي بلاستيك، لما نيجي نشتغل كده وانا مشتغل عادي ورديت مره واحده طبعا لو رديت عشان هنا الامان نتشال، لو رديت وانا برد كده ممكن المجموعه دي كلها تنكسر. ايوه طبعا لاقي لها قطع غير الزاق. طبعا انا منشيل الكلام ده كده في حاجه بقى بالظبط شكلها اللي هي ايه، اللي هو المكن ده. المكن ده رخيص جدا ويعتبر في ايد الناس كلها، اللي هي ال SL500 برضو بنتكلموا عليها. ال SL500 من جلبيها برضو فيها بلاستيك من جوه. ايه فرق ما بين دي ودي؟ هكرأ. أيه. بص نفس النظام برضو، كل دي الامان ده، الامان ده بلاستيك اهو، ودي بلاستيك ودي بلاستيك. تعالى بس عشان تشوف. لا لا دي لا نفس المكنه اللي عندي، نفس المكنه اللي عندي. دي المكنه دي غاليه والمكنه دي رخيصه. ماشي، ايه الفرق ما بين الجوده بتاعتهم؟ ايه المستورد اللي عملها خلى الحاجات دي ليه كده بلاستيك ومن جوه حاجه؟ طبعا هنفاجئك بحاجه صغيره انت هتتفاجئ منها. انا منطلع للناس ديت معلومه لله عشان اللي بيشتري حاجه يبقى فاهمها. ما انت مش معلش يعني انت مش هتشتري حاجه او هتشتغل بحاجه انت مش فاهمها. بص بقى انا حليت لك كم مكنه كده، اتنين اهو. هنحل لك مكنه نفس اللي هي نفس الثانيه. بص ديت نفس دي بس اللون ماليش دعوه باللون. انت فاهمني، دي نفس دي. العلب واحد، العلب اهو انا كده هتكرر. العلب مزبوط. واحد اهي مظبوط، بس دي شركه ودي شركه. انت واخد بالك الشركه بتاعتنا ايه ديت بقى، دي الاساسيه. ايه الفرق ما بين دي ودي؟ معلش احترامي لك برضو انا ما بنزوقش عشان نكسبه في القنوات والكلام اللي الناس بتقوله. لا انا بندي قناتي تعليميه، بندي الناس كلها الموسوعه اللي احنا نعرفوها كلها. وبعدين فينا بعض الناس عامله مفتحه بنحل لهم المكان ونقول لهم دي بلاستيك ودي اصليه. معلش يعني انا نكسب فيها 10 جنيه ولا 15 جنيه، بنحط نوري وضرايبه ايجاري، انا بنجيبها ب 40 جنيه. نزلتها في عرض العيد للناس كلها ب 39 جنيه. وانا بنجيبها ب 40، طب ازاي؟ الراجل ده عبيط؟ لا انا مش عبيط، انا بنعرف الناس اللي يمسك حاجه يبقى فاهمها. بس. شوف بقى المفاجاه بقى بتاعتنا. ادي المفاجاه بتاعتنا. الفرق دي من دي. ادي الفرق اللي انا بنتكلم فيه. دي بلاستيك ودي الله ينور عليك، دي التوتيا الاصلي. ما هي دي اساس المكن. الله ينور عليك. ما هي ديت من غير الفرمله باظت اهي. لسه الضاد ما غير الفرمله، ما هي عندي من غير فرمله. انت فاهم؟ الفرمله منها دي انا عندي المكنه بس. دي بتبقى ضعيفه لما بتيجي تشتغل بيها بتحمل عليها وتيجي شويه تتاكل والدراع رايح جاي، دراع دي بتطرشك منك. ديت ممكن دي تطرشك بس دي جامده. في دي توتيا جامده. دي كده غير من دي موجوده؟ في موجوده. ودي نعدلها. وديت انا ممكن ناخد ديت نحط دي هنا. نعدلها ونشتغلها عادي. طب دي نعمل فيها ايه؟ دي لسه نازله تبق. هنعدلها ازاي؟ مثلا. هنعدلها ازاي؟ بنيجي انا كراجل فني او تعليمي بناخد المجموعه دي واروح جاي صاببها عندي. عندي مسبك صغير كده واروح جاي صاببها. انت فاهمني؟ اصبح الصب ده بياخد تكلفه ثانيه. يبقى المكنه دي الله ينور عليك، المكنه دي حتى لو تتباع ب 100 جنيه معلش ثمنها الاصلي كام؟ معلش 85 جنيه، هنبيعها ب 100 جنيه. كسبت ثاني كام؟ 15 جنيه. 15 جنيه في وقفه اثنين رجاله في محل عليه ضرايب ونور وايجار، وبالتالي زي ما انتم كنتوا شايفين كده الزبون بيجي عاكس. يعني لو حتى قلت له 80 جنيه هقول لك ما تعمل الواجب معايا. ليه؟ مفيش مصداقيه مع الناس اللي هي بتبيع وبتشتري ازاي؟ المصداقيه راحت عند الناس، بقت تايهه على اليوتيوب، بقى الناس دلوقتي بتعمل عروضات ماسكين العود بالمشجله عشان يدي لك اهتمام للعود ده جامع. لا انا بننبه بقى الناس وبنعرفهم المكنه دي ازاي؟ العود ده ازاي؟ لله. لله ولا في غلط عم كرم؟ صح صح. لله. وبعدين برضك في اخر كلامي دي تفرق عندي ايه كده؟ ايه؟ في الثمن تفرق دي عندي ايه؟ في الثمن 10 جنيه فرق ما بين دي يا راجل نقوله 8 جنيه جملتها الاصلي. تشتري دي ولا دي؟
طيب في محل يحل لك كده؟ عمرك لو رحت لو انت شيخ الصناعيه وشيخ الصيادين زي ما بيقولوا. احنا دلوقتي على قناه ايه؟ صيادين البحيره. صح. كلمه حلوه، كلمه لها انتزانها، كلمه يعني القناه لسه يعني لسه احنا بادئين ولسه احنا عاملين جمهور مع الناس، عاوزين نعمله توعيه لكل القنوات وكل الحبايب وكل المحلات. في محل بيشتري ما يعرفش ايه الفرق ما بين دي ودي، وينزل يعمل لك عروض وخلاص وهو مش خسران حاجه. مش فاهم وهو مش خسران حاجه. مش فاهم. بتيجي انت تروح تاخد الحاجه يا عم كرم، بتيجي انت تصطاد، بتيجي تاخد الحاجه وتيجي تصطاد بيها باظت منك الحاجه. يا عم سعد، طب انا عم سعد مش لاقي لها ومرميه. انا عندي حاجات ياباني بقالها اكتر من شهر، اصحابك رميها اكتر من شهر ولا شهرين من ايام وفاه امي، ولسه مش لاقي لها حاجتي نادره. بنضطر اللي انا بنعملها على المخرطه، معايا راجل عجوز على المخرطه اكتر من 85 سنه ماشي، تعب ووجع بس هاني معاه، بيشتغل لاني مخصوص ليه للمسبك ده. انت فاهمني يعني؟ الراجل ده لو راح على احتياج احنا عايزين بديل كده يا عم سعد. ما عاوزين بديل، بس هنجيبه منين بقى؟ هنبدا البديل بتاع مخي بقى، دماغي. لان انا بنحب الدماغ، بنحب الحاجات دي. نبدا اللي انا نبص عليها ونعمل نعمل يعني ايه، نعمل البتاع ازاي، الفرمه ازاي، نعمل البتاع ازاي. لان في بالنسبه للصيادين بتوعنا في موسوعه جامده خالص، في ناس عندها 20% من بتوع الصيادين او مع صاحبات المحل عندهم يعني حريفه في الحاجات دي، بيحبوا يصلحوا ويحبوا يعملوا ويخبوا. واخد بالك؟ الواحد دايما بيحب يكتشف الحاجه اللي شغال بيها ايه، دي معموله ازاي. فحاج كرم مش هنزعله من الناس ولا الناس تزعل مننا. صح. اللي احنا بنوعه، احنا بعض الناس يقول لك ده نظام وحش. وحش ازاي وانا منوعيك؟ ليه؟ ليه واحد معلش يعني مع يعني معلش يعني انا مهرب ما نجيب محل زي كده هنجيب 10 حتت من دي، التاني بيجيب 10 كراتين. لو كسب 5 جنيه في الحته، فال10 كراتين في 50 الكرتونه فيها 50 هيكسب مبلغ. صح. لكن اللي هيجيب 10 حتت هيكسب 50 جنيه، ما يجوش ثمن 2 كيلو سمك. واخد بالك؟ فاحنا نقول للناس كلها تحياتي وكل سنه طيبين، وخليكم عاميين مع صيادين البحيره. على راسي يا عم حبيبي يا باشا. حبيبي شكرا. كل سنه طيبين. انت بالصحه. سلام عليكم. سلام عليكم.